سيدي الرئيس، شرف كبير جدا جدا ان اكون قدام حضرتك في يوم جميل زي ده. يا ريت تسمح لي اقول حاجه من قلبي، من قلبي لكل القلوب اللي اتجمعت على الخير بفضل ربنا وبفضل حضرتك. ايه اليوم الحلو ده؟ الحلوة دي، إيه اليوم الحلو ده؟ وإيه الناس رايق لو من عليا، لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق، مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق، مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق، ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى؟ ايه اليوم الحلو ده؟ الحلوة دي يملع الليلة جاي محلى والوحدي متدلع، هنولع الدنيا رقص ما خلص يا نحس بتودع، في شياكة في أداء راسي والوش في تلاجة، تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة. إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ إيه اليوم الحلو ده؟ وإيه الناس الحلوة دي؟